الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءة الكتاب جدد عهدك بلا إله إلا الله، ونحن في ليلة الأحد، ليلة 26 من محرم لعام 45 و400 ألف، الموافق ليلة 13 من الشهر الثامن لعام 23 و2000، وقد بلغنا بحمد الله عز وجل الموضع 14 في المواضع من المواضع التي يذكر فيها كلمة التوحيد لا إله إلا الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قلتم حفظكم الله تعالى الموضع 14 في يوم عرفة، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله أكبر. يوم عرفة، أي يوم هو من شهر ذي الحجة؟ التاسع. والثامن ما اسمه؟ تروية. والعاشر ما اسمه؟ النحر. الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر اسمه ايش؟ أيام التشريق. لماذا سمي يوم التروية؟ ينقلون الماء إلى منى يرتوون. اليوم التاسع الوقوف بعرفة، يوم عرفة. يوم النحر العاشر ينحرون. أيام التشريق لماذا سميت أيام التشريق؟ قيل أنهم كانوا يشرقون اللحم، يشرقون اللحم على الجبال يشمسونه، فسمي أيام التشريق. هذا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنه خير يوم طلعت فيه الشمس، أو خير أيام الدنيا، قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة. هذا اليوم إذا وافق يوم جمعة فهذا خير على خير، يكون يوم جمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة أفضل أيام السنة، وهو اليوم الذي وافق فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم، كان وقوف النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة، لأن الله عز وجل ينزل السماء الدنيا كل ليلة إذا كان ثلث أخير من الليل، لكن يوم عرفة بالذات ينزل جل وعلا نزول يليق به ويباهي بالحجاج الملائكة، فهو يوم عظيم جدا، يعتق الله عز فيه من النار ما لا يحصيه إلا هو. وهنا يقول خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت، دليل على أن لا إله إلا الله تعتبر دعاء. هو مشهور بأن لا إله إلا الله ذكر، صح؟ لا إله إلا الله ذكر، لا إله إلا الله ذكر واضح هذا، لكن هنا يبين بأنه دعاء، لأنه قال خير يوم، خير الدعاء يوم عرفة، خير الدعاء يوم عرفة، ثم ذكر لا إله إلا الله، فدل على أن لا إله إلا الله دعاء. وقد يكون أصرح من هذا ما قاله موسى عليه السلام لله عز وجل كما في الحديث، قال ربي علمني دعاء ندعوك به، فقال الله جل وعلا قل لا إله إلا الله، قال كل عبادك قل لا إله إلا الله، ثم قال لو وزنت السماوات وعامر من غيري إلى آخر الحديث، لكن موسى قال لربه جل وعلا علمني دعاء، فقال له قل لا إله إلا الله، فدل هذا على أن هذا الذكر هو دعاء أيضا، هو ذكر واضح أنه ذكر لكن هو أيضا دعاء. لكن وجه ذلك كيف يكون دعاء؟ هو ذكر واحد، ما الدعاء معروف، دعاء سؤال، يقول المسلم ربي اغفر لي ولوالدي، اللهم آتنا في الدنيا حسنة، ما يقول اللهم يعني يا الله، أو يقول ربي ينادي الله عز وجل، لكن كيف هنا قال دعاء وهو ذكر؟ قال لأن الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة وهو أن يسأل الله عز وجل فيقول اللهم اللهم يا رب يا رب، والدعاء العبادة هو يتعبد الله عز بعبادة، بعبادته هذه بلسان حاله ويسأل الله عز وجل. فمثلا لو سمع المسلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من صلى البردين
دخل الجنة، يعني صلاة الفجر والعصر. فهو لما يحافظ على صلاتي الفجر والعصر في جماعة وفي وقتها، لسان حاله كان يقول اللهم أدخلني الجنة، من صلى البردين ها دخل الجنة. فهو يعمل عمل يريد أن يدخل الجنة، فلسان حاله كأنه يقول ماذا؟ اللهم أدخلني الجنة. واضح؟ مثلا واحد سمع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ثمات أبواب فيها باب اسمه الريان، يدخله من؟ صائمون. فأخذ يصوم يرجو أن يدخل الجنة من باب الريان. هذا تماما كالذي يقول اللهم أدخلني الجنة من باب الريان. فيعمل عمل بلسان حاله هو يسأل الله عز وجل. وقد ضربت مثالا مرارا وتكرارا لعله يوضح أكثر. لو أن شخصا ما قام أمام المصلين وسألهم حاجته، قال أنا عندي مريض ولا علي أجار ولا علي دين، هذا سأل الناس يا أخوان دعاء، أي سألهم سؤالا ها بلساني، جود أعطوني مما أعطاكم الله، جودوا علي بأموالكم، أنا محتاج، تكلموا. وآخر لم يتكلم لكن جلس في مؤخرة المسجد وفرش له مثلا منديل ووضع أوراقه، مريض وعليه كذا وديون أو محكوم، ما تكلم شيء. فماذا يقول لسان حاله؟ سأل أو لم يسأل؟ سأل مع أنه ما تكلم. فالسؤال دعاء السؤال هو أن يتكلم، يقول اللهم اغفر لي أو اللهم ارحمني. دعاء العبادة هو لا يقول لكن يتعبد الله بعبادات معناها اللهم ادخلني الجنة، اللهم اغفر لي، اللهم أجرني من النار. واضح؟ فلذلك الذي وحد الله عز وجل بالتوحيد وقد علم بأن بالتوحيد يدخل الجنة، فهو يكرر لا إله إلا الله ويوحد الله عز وجل، فبلسان حاله ها كمن يقول اللهم أني أسألك الجنة، علم بأن بالتوحيد يدخل الجنة وينجو من النار، فأخذ يوحد الله عز وجل ليدخل الجنة وينجو من النار. فهو ها بفعله يريد تماما كالذي يقول اللهم أني أسألك الجنة. ولذلك المسلم مطالب بأن يدعو الله عز وجل دعاء مسألة ودعاء عبادة، هذا وهذا كله يتعبد الله عز وجل به. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. والله جل وعلا يقول في كتابه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لاحظ ماذا قال؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وقال لم يقل إن الذي يستكبر عن دعائي، ولو قال إن الذي يستكبر عن دعائي لو قيل في غير القرآن المعنى واضح، ادعوني إن الذي يستكبر عن دعائي، لكن قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذي يستكبر عن عبادتي، فدل تماما ها لا يدل تماما على ماذا؟ على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وكذلك إبراهيم عليه السلام اعتزل قومه ها اعتزلهم وما يدعون من دون الله، فلما اعتزلهم وما يعبدون، اعتزلهم وما يدعون، قال فلما اعتزلهم وما يعبدون دل على أن الدعاء هو العبادة. ومن لم يفهم هذا المعنى يتعجب ممن يقول عن المشركين الذين ينتسبون الإسلام زورا أنهم مشركون، يقول لا أخي هؤلاء مسلمون يحجون عندهم مساجد ويتصدقون ويقول لا إله إلا الله، طيب ألا يدعون غير الله؟ الدعاء هو العبادة. فالذي يقول يا فلان أغثني، يا فلان داخل عليك، يا فلان ارزقني ولد، يا فلان، هذا ماذا فعل؟ ماذا فعل هذا؟ عبد هذا المخلوق مع الله عز وجل. حتى لو قال لا إله إلا الله، حتى لو تسمى بالإسلام، لكنه يدعو غير الله، يعني تماما يعبد غير الله. فالدعاء هو العبادة. إذا عرفنا هذا تبين لنا أن من يشرك بالله عز وجل ولو بعبادة واحدة فهو مشرك. ليس بالضرورة، انتبه، ليس بالضرورة لا يكون المشرك مشركا حتى يعبد صنما وحده لا شريك له، لا، ليس بالضرورة لا يكون مشركا إلا إذا عبد
صنما وحده لا شريك له، لا، حتى لو عبد الله جل وعلا وعبد معه غيره فهو مشرك. ومن هنا سمي الشرك شركا، لأنه مشاركة، يجعل عبادة منها ما هو لله ومنها ما هو لغير الله، فأشرك بالله عز وجل. والله يقول جل وعلا: لئن أشركت لا يحبطن عملك. سؤال: هل المشركون يعبدون الله؟ أحسنت، يعبدون الله لكن يعبدون معه غيره، لأن ظن بعض الناس أنه مشرك. مشرك لا، ما يعبد الله، لا، مشرك يعبد الله. ولذلك نص الله جل وعلا عن ذلك في كتابي: أنهم إذا غشهم موج، وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله. هل كان المشركون يحجون؟ يحجون. هل يتصدقون؟ صدقون. هل يعمرون المسجد الحرام؟ يعمرون المسجد الحرام. هل بنوا الكعبة بعدما هدمت بالسيول؟ بنوها. فالمشرك يعبد الله لكن يعبد معه غيره. فلا تظن كما يظن العامة أن المشرك لا يكون مشركا إلا إذا عبد إلها غير الله عز وجل وحده لا شريك له، يعبد الصنم وحده لا شريك له. لا، لو عبد الله عز وجل وعبد معه غير فقد أشرك. طيب لو أن شخصا ما يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له إلا بعبادة واحدة، عبادة النذر، كل عبادات لله عز وجل إلا عبادة واحدة، هل يكون مشركا؟ هل يكون مشركا؟ طيب لو عبد الله عز وجل كل عبادات إلا النذر، يعبد غير الله، ينذر لغير الله، هذا مشرك. طيب إذا نذر مرة واحدة من سنة لسنة، كل العبادات حتى النذر لله إلا مرة واحدة، مولد البدوي عاد هذا يخلي إيش؟ ينذر للبدوي أو للحسين أو ها، يكون مشركا ولا موحدا؟ شيكم تشددين أنتم؟ مرة بالسنة، والبدوي هذا مرة بالسنة يكون مشركا؟ نعم يكون مشركا. فالله جل وعلا لم يشترط في الشرك أن لا يكون شركا إلا إيش؟ أن يعبد الصنم وحده ولا شريك له، أو يعبد الولي وحده ولا شريك له، أو يعبده عدة سنوات أو عدة مرات، لا. قال: لئن أشركت لحبطن عملك. نظير هذا الذي يسب الله عز وجل، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. كم مرة يسب الله عز وجل ويواظب على ذلك، وكم سنة مستمر حتى يكون كافرا؟ عبد الله، مرة واحدة والعياذ بالله. لو سب الله مرة واحدة فقد كفر. فلهذا نعرف حينئذ خطورة الشرك، أن مرة واحدة يشرك العبد مع الله عز وجل يكون مشركا، حبط عمله. شخصا ما عنده مصيبة، عنده زوجة ولا بنت ولا ولد، فيه صرع، فيه جن، ما ترك راقي ما ذهب إليه، ما قل، فقال إيش؟ مرة خلنا نروح الهند ولا السند ولا البلد فلانية ولا المشرق ولا المغرب، وأذبح ذبيحة لغير الله، وإن شاء الله يتشافى الولد ولا البنت ولا الزوجة، كلها ذبيحة يعني. ها، مشرك ولا يزم مشرك؟ مشرك. ما الدليل أن الذبح يجب أن يكون لله عز وجل؟ عبد الله، قال جل وعلا: فصلي لربك وانحر. يعني إيش فصلي ربك؟ يعني وانحر لربك. فصلي ربك وانحر لربك، واضح؟ وقال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما معنى نسكي؟ يعني ذبيحتي. وفسر قوله جل وعلا: ونسكي، يعني عباداتي. قل إن صلاتي ونسكي، صلاتي وعباداتي. فحينئذ يكون هذا من باب عطف ماذا على ماذا؟ العام على الخاص. فالصلاة عبادة من العبادات، لكن خاصها بالذكر، فقال: قل إن صلاتي ونسكي وعباداتي لله. أو النسك هنا بمعنى الذبيحة، والذبيح والذبح اقترن مع الصلاة كما في قوله تعالى: فصلي لربك وانحر. واضح؟ طيب، محمد ابن عبد الله، الذبح لغير الله شرك، اتفقنا صح؟
شرك أصغر ولا أكبر ولا تارة وتارة؟ ولا منه أصغر منه أكبر؟ إذا ذبح تقربا للميت شرك أكبر. وإذا ذبح لله يعتقد أن هذا مكان مبارك لأن فيه ولي فهو شرك أصغر لأنه يفضي إلى الشرك الأكبر. ما ذبح مكان، قاعد أقول ذبح لغير الله، الذبح لغير الله شرك أكبر ولا شرك منه أكبر وأصغر ولا الله أعلم؟ شرك أكبر. انتبهوا لهذا، الذبح لغير الله والنذر لغير الله شرك أكبر. ما في صورة من صور إيش يصير شرك أصغر أكبر. مخرج ملة الإسلام، كم ذبيحة يذبح حتى يكون مشركا لغير الله؟ واحدة. بل أن شخصا ما حمل معه بهيمة ليذبحها لغير الله، في الطريق صار له حادث ومات، هذا مشرك ولا موحد؟ مش فيكم مشرك، خايفين بعضكم سويتي مشرك، مش فيكم؟ ما رد ما ذبح، ها هو عازم ان يذبح، ما ردوا شيء لولا انه لم يصب بحادث، خلاص هو معتقد ان ايش، ان الذبيحه هذه مشروعه يذبحها لغير الله عز وجل، امر خطير. وذاك ننبه لان هذا امر واقع، فإن قال قائل لكن لا نجد في بلدنا أصلا ما في ولا مزار ولا قبر ولا ولي ولا شفنا أحد حامل للشيء ورايح ويذبح، عقدتوا الناس أنتوا شرك 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 شرك. هات سمعنا ناس يقول هالكلام، صح كلامهم؟ عندنا في الكويت هنا مزار صنم طوفة جدار حد، ها ما عندنا، وانتوا ضيعتوا وقت الشباب والأمة وين، وانتوا شرك شرك شرك، شايفين انتوا قبر يعبد، صح كلامهم ولا؟ الجواب على هذا، الجواب على هذا، هذا الشرك لابد أن نعرفه حتى نحذر منه. فالأمر وارد أن من ليس في بلده قبور تعبد أن يسافر إلى البلاد التي فيها قبور تعبد، لا سيما إذا كان عنده مصيبة ولا مريض ولا مريضة ولا كذا، ممكن إيش يشد الرحال ويذهب إلى تلك البلاد اللي فيها قبر يعبد من دون الله يذبح. قال ما لك إلا تسافر من هنا تذبح عند الولي فلاني وتشافى ابنك ولا تشافى زوجتك. فلابد أن نتحصن حينئذ، لابد أن نتحصن حينئذ من الشرك، واضح؟ طيب هل بلدنا اللي ما فيها قبور تعبد من دون الله يفد لها أحد من ها من البلاد اللي فيها قبور تعبد من دون الله، يفد إليها ولا يفد؟ يفد إليها. فلماذا من وفد إلى بلادنا وإن كان ما في قبور تعبد ما يستفيد ويعرف التوحيد؟ وتدبروا إبراهيم عليه السلام ماذا فعل يا أخوان بالأصنام؟ حطمها، صح؟ وكان في دعاء يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. المحطم الأصنام خليل الرحمن كان يدعو الله عز وجل أن يجنبه إيش هو وأبناء عبادة الأصنام. فهنا قيل فمن ذا الذي يأمن على نفسه بعد إبراهيم؟ إذا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء إمام الحنفاء خليل الرحمن محطم الأصنام كان يقول في دعائي واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وأنت تقول لا تتكلم عن عبادة القبور عبادة الأولياء، لا شك ولا ريب. لذلك قيل يقول عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. لابد أن نتكلم عن الشرك حتى لو لم يكن في بلادنا. طيب وسائل الإعلام تنقل الشرك أو لا تنقله؟ تنقل. أصبح الشرك حتى في جيوب الناس، يفتح له مقطع يشوف الناس يطوفون بالقبر يسجدون له يتبخرون عنده يدعونه يتعلقون بالسياج، هذا كله موجود. لذلك لابد من بيان التوحيد حتى لا بيان التوحيد والشرك، بيان التوحيد واضح، نبين التوحيد حتى نوحد الله عز وجل، ونبين الشرك حتى نجتنب الشرك. حتى ربنا جل وعلا في كتابه قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واضح؟ أمرنا بالتوحيد ونهانا عن الشرك. إذن هنا لا إله إلا الله دعاء ولا ذكر؟ دعاء وذكر. ذكر واضح ودعاء، لأن المسلم إذا تعبد الله بالتوحيد فهذا دعاء عبادة. دعاء مثلا يقول اللهم اللهم اللهم،
دعاء العبادة أن يتعبد الله عز وجل بعبادات معناها اللهم ادخلني الجنة ونجي من النار، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. فقال: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي. هذا دليل على أن الأنبياء كلهم على لا إله إلا الله، لأن قال أنا والنبيون من قبلي. وقد ذكر الله في كتابه أن الأنبياء كلهم على لا إله إلا الله يدعون إلى لا إله إلا الله، يدعون إلى لا إله إلا الله. في قوله تعالى، في قوله تعالى، يلا ما يتبرع يرفع ايده جاوب، في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. كل الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول، إيش من هذه؟ تفيد التوكيد. رسول نكرة في سياق النفي تفيد العموم، من للتوكيد، صلة للتوكيد. الآية الثانية هي قوله جل وعلا، الأولى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. الآية الثانية: ولقد بنغربي، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طيب قال أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما قال لا إله إلا الله. الجواب: هذه هي لا إله إلا الله، نفي وإثبات، صح؟ حتى قال جل وعلا: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن هذه لا إله إلا الله، قالها النبي صلى الله عليه وسلم وقالها النبيون جميعا ودعوا إليها وقاموا دعوتهم عليها. قال: وخير ما قلت النبي من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كم ركن لها لا إله إلا الله؟ ركنان، ما هما؟ النفي والإثبات. كم ركن؟ النفي. أين النفي؟ لا إله. أين الإثبات؟ إلا الله. أكد هذا النفي والإثبات بقوله وحده لا شريك له، فوحده توكيد لي، وحده التوكيد للا إله، أكد، لا شريك له توكيد لي إلا الله. لا ترك لا إله إلا الله، ركن ركنين، وحده لا شريك له توكيد للركنين. أين التوكيد الركن الأول؟ أين التوكيد الركن الثاني؟ وحده توكيد الإثبات إلا الله، لا شريك له توكيد للنفي لا إله. صارت؟ إذن هنا وحده لا شريك له، الجزء الأول وحده توكيد للركن الثاني إلا الله، لا شريك له توكيد للركن الأول اللي هو لا إله. صلت؟ مو كل مرة علمك ترى. طيب، وحده لا شريك له، له الملك. ماذا يفيد تقديم الجار المجرور له الملك؟ كل شيء حصل، كل شيء ملك كله. حصر ولا كل؟ في حصر في كل. الحصر ولا الكل؟ سمعت انت شي قال حصر كل قال خمس الحصر. نعم للحصر، يعني له لا لأحد غيره، له تقديم الجار المجرور. الملك الألف واللام للعموم، كل الملك، ما يخرج عن ملك الله ذرة. وإذا قال جل وعلا: قل اللهم مالك الملك، كذلك وله الحمد، قدم الجار المجرور له ليفيد الحصر، الحمد، كل الحمد، لأنه قال الحمد بالألف واللام استغراق، كل الحمد لله عز وجل وحده، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. ما اسمك؟ أمين. أمين. هل قدرة الله عز وجل تتعلق بما شاء ولا بما شاء وبما لم يشاء؟ حتى ما لم يشاء، ما لم يشاءه الله قادر عليه، ما لم يشاءه. مش مثاله، مش مثاله، شيء لم يشاءه والله قادر عليه.
انت بعد قلت ها شوف الشيخ درس العصر، شوف مستفيد من درس العصر ايش مثاله؟ ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. هل هدى الله الناس جميعا؟ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ولو شاء الله لجعلهم كلهم مؤمنين. هل شاء الله نجعلهم كلهم مؤمنين؟ هل شاء الله نجعلهم كلهم مؤمنين؟ لا، في كافر في مؤمن. قادر الله عز وجل نجعلهم كلهم مؤمنين؟ قادر. إذن حتى الشيء الذي لم يشأه الله هو قادر عليه. وصلت يا أمين؟ فالله عز وجل قادر على ما يشاء وعلى ما لم يشاء، على ما شاء وعلى ما لم يشاء. كم سماء خلق الله عز وجل؟ أحمد وخرات مني عشان يشوف نفسه. أيوة أيوة طلعت سبع سماء. شاء الله أن يخلق كم؟ هل الله جل وعلا قادر أن يخلق 70 سماء؟ لكن ما فعل، لم يشاء ذلك وهو قادر. إذن الله عز وجل قادر وقدير على كل شيء حتى ما لم يشأه وقادر عليه. أما المستحيل فالمستحيل ليس بشيء، المستحيل ليس بشيء. فلا يقال مثلا هل الله عز وجل قادر على أن يموت؟ مستحيل الله يموت، ها؟ والمستحيل ليس بشيء. وقدرة الله يا إخوان على كل شيء، على كل شيء. المستحيل ليس بشيء، المستحيل شيء عدم. فليأتي يتفلسفون بمثال الأسئلة، هل يستطيع الله أن يخلق إلها آخر مثله؟ إذا كان هذا إله مخلوق إذن هو ليس هو مخلوق، فكيف يكون مخلوق وخالق؟ هذا مستحيل، واضح؟ وقدرة الله عز وجل متعلقة بماذا؟ بما شاء وبما لم يشاء. وقدرة الله متعلقة بالأشياء لا بالمعدومات، لأن المعدومات ليست بشيء. وصلت؟ وصلت؟ إذن الله عز وجل إيش؟ وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم، الموضوع 15. خليك يا أمين منتبه، حعيد عليك سؤال مرة ثانية. يلا. الموضع 15 للحاج والمعتمر على الصفا والمروة. الصوت العالي. موضع. الموضع 15 للحاج والمعتمر على الصفا والمروة عندما يطوف بهما. فقد ثبت عن جابر الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على الصفا والمروة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. الله أكبر. الحاج والمعتمر، شرع الله للحاج والمعتمر أن يطوف بين الصفا والمروة، كما في قوله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لا جناح عليه. كأن لا جناح عليه يعني لا حرج عليه، لا أثم عليه. إذن يعني هل معنى هذا إن شاء فعليه السعي وإن شاء فليتركه؟ لا، لكن لا جناح عليه لو سعى. الجواب لا، وإنما كانت أصنام على هذين الجبلين في الجاهلية، فلما جاء الإسلام وشرع وشرعت الشرائع تحرج الصحابة بأن يطوفوا بينهما، وهو موضع كان فيه أصنام، فذكر الله لهم بأن إيش؟ لا جناح عليهم أن يطوفوا بهما. وليس مع لا جناح يعني يستحب أو من شاء فليطوف ومن شاء، لا، هذا من أركان الحج والعمرة، السعي بين الصفا والمروة. والصفا والمروة جبلان، لكن لا توجد بقعة على وجه الأرض يشرع الطواف بين جبلين إلا هذين الجبلين أبدا. جبال الدنيا كلها لا تشرع هذه العبادة إلا بين هذين الجبلين، عبادة السعي. وكل من
اتخذ غرضا غير هذا الجبلين وطاف بهما تطوف بهما فعمله باطل مردود. طيب ايش الفائدة؟ واحد رايح من الصفا للمروة، الصفا للمروة، ابا يوسف جرب حظك، ايش الفائدة؟ يعني ايش استفدنا رايحين رادين رايحين؟ التعبد لله عز وجل. خلقنا الله لعبادته، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أمر أن نعبده هكذا، طوف بالبيت، اسعى بين الصفا والمروة، ارمي الجمرات، صلى العصر 4 ركعات، الفجر صلى ركعتين، المغرب جهرية والركعتين الثالثة سرية، الفجر ركعتان جهريتان، الظهر 4 ركعات سرية، توضأ امسح رأسك، يخرج الإنسان الريح من دبره يتوضأ يمسح الرأس، دخل الرأس بالدبر. الجواب كل هذا ايش يا اخوان؟ جواب واحد، نقول هذه أمور تعبدية أراد الله عز نظهر عبوديتنا له بما أمرنا. فمن آمن واتقى واستقام وسمع كلام الله ورسوله فله الرضا، ومن أبى قال لا، ليش؟ ايش الحكمة؟ ايش معنى؟ ايش الجبلين؟ ايش معنى 7 حصيات؟ ليش مو 7 إلى 8؟ ليش مو 6؟ ايش معنى بعد الغروب؟ ليش الصيام بالنهار مو بالليل؟ واخذ ايش؟ يشرع من عنده على كيفه. هذا ليس بعبد لله عز وجل. العسكري والعسكري ايش يقول لك؟ امر عسكري. يعني ايش؟ لا تناقش. صح؟ امر عسكري عندنا خطة معينة سرية كذا افعل كذا. لحظة لحظة سيدي ليش اسوي يعني؟ فهمني. ما في فهمني. هذا هو عسكرية. فكيف العبد يعترض على الله عز وجل؟ الواجب العبد ماذا يقول؟ سمعنا واطعنا. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة وأمرنا بذلك، إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. ويشرع لمن توجه إلى الصفا وارتقى عليها وتوجه القبلة أن يقول هذا الذكر، وهو يقول إيش؟ توجه النبي صلى الله عليه وسلم وتلا قوله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله. فقط هذا القدر من الآية الذي قرأه. طيب لو واحد كمل الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه الطوف بهما ومن تطوع خير فإن الله شاكر عليه. نقول أنت تجاوزت السنة، النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بهذا. طيب كل مرة يقول على الصفا وعلى المروة رايح جاي، لا لا لا، فقط الجزء هذا من الآية، هذا كمال المتابعة وأنت متوجه تقرأ الجزء هذا. واضح؟ كثير من الناس سمع هناك الحجاج المعتمرين يمكن بعضنا كنا نفعل هذا، بعضنا ما زال يفعل. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ماذا؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا، توجه إلى الكعبة إن كنت تراها لأن متعذر رؤيتها، إلى القبلة، إلى الكعبة جهتها حتى لما تراها، وتقول هذا الدعاء. ماذا تقول؟ تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، وحده وتوكيد ليش يا أخوان؟ للنفي أو للإثبات؟ الإثبات وحده. أنجز وعده، والله لا يخلف الميعاد، ونصر عبده محمد صلى الله عليه وسلم، وهزم الأحزاب وحده. إذن هذا الذكر يقال 3 مرات على الصفا، ويدعو الله بينهن، يعني يقوله ثم يدعو ثم يقوله ثم يدعو ثم يقوله ثم ينصرف، يتوجه إلى المروة، يبدأ بالصفا إلى المروة هذا الشوط، يرجع من المروة إلى الصفا هذا الشوط، وتكون حينئذ البداية من الصفا والنهاية من المروة 7 أشواط. يقول 3 مرات يدعو بينهن، يقوله ثم يدعو ثم يقوله ثم يدعو ثم يقوله ثم ينصرف. لو أن شخصا ما يحفظ هذا الدعاء وما قال لا هذا الذكر ولا غيره، سعيه صحيح، فهذه من المستحبات. طيب أكمل الموضع 16 عند الرجوع من غزو أو حج أو عمرة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. نعم، هذا واضح. قفل يعني رجع من السفر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من السفر يعني رجع أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف، يعني كلما صعد شيء مرتفع جبل وخرج من وادي إلى جبل إلى مرتفع يقول ثلاث تكبيرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير. آيبون تائبون، آيبون من الإناب الرجوع إلى الله عز وجل، تائب التوبة النصوح، عابدون العبادة الخضوع والتذلل لله عز وجل مع الخوف والتعظيم والرجاء، ساجدون السجود يطلق مراد به سجود الصلاة، ومراد به أيضا الخضوع عموم الخضوع، لربنا حامدون أي نحمده بلسان المقال والحال، صدق الله وعده، والله جل وعلا يقول إن الله لا يخلف الميعاد، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، ونصر عبده محمد صلى الله عليه وسلم وهزم الأحزاب وحده. نعم، الموضوع 17. الموضع 17 في أذكار اليوم والليلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرار كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. الله أكبر. هذا من أعظم الذكر، أذكار الصباح والمساء، التهليل هذا 10 مرات و100 مرة وأكثر من ذلك. أقرأ اللي بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو من أعظم وسائل الوقاية من الشيطان والوسوسة والاكتئاب وإلى آخره، فيه العجب العجاب. حتى ذكر بعض المشايخ يقول سبحان الله: من ابتلي بكثرة النظر وابتلي بمشاهدة المحرمات لو حافظ على هذا سبحان الله يعني ينصرف حينئذ، لأن فيه ماذا؟ وكانت له ماذا؟ حرز من الشيطان. وقلما تجد من يلتزم هذا ويقول لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، 100 مرة في اليوم. وقد ذكرت لبعض الناس يشتكي ما يجيني نوم مش عارف ايش وساوس، قلت له التزم بهذا سبحان الله يذهب عنه، يذهب عنه. الشيطان ماذا يفعل يا اخوان؟ يصرف الانسان عن ذكر الله، صح؟ فاذا اتى هذا الوسواس، الوسواس خناس الشيطان، فانت اتخذت قرارا في نفسك، اذا اتت الوسوسه لا اله الا الله وحده ولا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، فماذا يحصل معه؟ ما ياتيك حتى لا تذكر الله، هو يريدك أن لا تذكر الله، فتعامله كما يقال بنقيض قصده، فوالله إنه لحرز من الشيطان. عجيب هذا الذكر، وكلنا يحفظه وغيرنا يحفظه، لكن من ذا الذي يعمل به؟ وقد حسبت هذه ترى 100 مرة يمكن 6 دقائق، قول 7 دقائق، ولا تقولها سريعا 5 دقائق، لكن أثرها عجيب وفضلها عظيم. أن من قال 10 مرات كانت كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، وإسماعيل أبو العرب، إسماعيل ابن إبراهيم جد النبي عليه الصلاة والسلام، أو على الأقل جد، ها يعني جزء من العرب، لأن العرب قحطانيون وعدنانيون، هذا جد العدنانيين، وهذا يعبر عنه لأنهم أنفس الرقاب، لو قال 10 مرات، أما إذا قالها 100 مرة كانت عدل 10 رقاب،
وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت لو حرزم الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عامل أكثر من ذلك. لكن لما قال حتى يمسي معناها يقولها في الصباح تكون حرزا لهم الشيطان إلى المساء، لكن هل يقولها في أي وقت ولا لازم الصباح؟ مثل فاتك الصباح ما قلت تقولها في أي وقت؟ نعم تقولها في أي وقت، لكن الشيخ ابن باز رحمه الله عليه يقول الأفضل أن تقولها صباحا حتى تكون حرز لك اليوم كله. يعني لو قلتها مثلا بعد الظهر حرز لما بقي من اليوم، لكن قلها إيش لو قلتها في الصباح والمساء؟ طيب لو واحد قالها 120 أخطأ بالخطأ بالعدد، قال 115 107 108 في مشكلة؟ ما في مشكلة، لأن حتى بهذا قال ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عامل أكثر من ذلك. فلو قلت 200 300 في الصباح في المساء وانت ماشي وانت جالس، عظيم هذا الذكر يا أخوان. أذكر نفسي وإياكم، أذكر نفسي المقصر وإياكم أن نكثر من هذه الكلمة. وذلك الشيخ ابن فوزان وضعنا كلمة احنا فيه يقولها في الرسالة، ماذا يقول؟ يقول ومن الناس من يقفله الشيطان عن قول لا إله إلا الله، قال فلا يقولها إلا نادرا ولا يذكر الله بها إلا قليلا ولا يكررها مع أنها ثقيلة في الميزان، فهي كلمة عظيمة ولكن قل من يتنبه لها ويستحضرها ويعود لسانه على النطق بها وتكرارها إلا من وفقه الله. ولذا وضعت هذه الرسالة للتنبيه على فضل هذه الكلمة، وأن إيش ينبغي أن تلازمها وتجدد عهدك بها، لعل وعسى بتوفيق الله ورحمة وفضله أن تكون سبب لنجاتك من النار ودخولك الجنة. إذا اللي عنده معاناة واللي ما عنده معاناة، واحد مع وسواس، واحد مع معاصي، واحد ما عنده الوسوسة أيضا يقول نعم، لأن ذكر الله يا أخوان كما أنه علاج كذاك هو وقاية، هو علاج ووقاية، فلا يستغني أحد عن ذكر الله تبارك وتعالى. لكن سؤال، الذكر له فضائل كثيرة، فما أعظم فضل في الذكر الذي قيل فيه لو لم يكن في الذكر من فضل إلا هذا لكان كافيا؟ شيخ أن يذكر الله عز من ذكره. يا ربي لا إله إلا الله، الله جل وعلا يذكرك. هذا لو واحد وقف على قصيدة قديمة قيلت في جدي الرابع الخامس، قال ترى هذا جدي أبو جد أبوي اذكرونا ذبح ذبيحة ما أدري بعد يمكن بسوي معصية ذابح للرجال، شوف البطل عم جدي فرحان لأنه مقصود مذكور في قصد. كيف إذا الذي يذكرك الله؟ كيف إذا كان الذي يذكرك من؟ الله عز وجل، وهذا بنص الكتاب والسنة. أما في الكتاب فقد قال الله جل وعلا فاذكروني أذكركم، وأما في السنة ففي الصحيحين الحديث القدسي قال أن عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه، يعني عند الملائكة. فالذي ينبغي المسلم أن يكثر من ذكر الله عز وجل، وهذا الذكر خاصة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، 100 200 أكثر أقل، كثير من الأمراض، كثير من الوساوس، كثير من المشاكل، القلق، ما يجيك نوم، يمكن تزعل تقولها وانت ما جايك نوم، يمكن ما تكملها إلا أنت صيد أمس مثل ما يقولون. سبحان الله، شيء عجيب، شيء عجيب، منوم هذا عجيب. فعلينا بملازمة هذا الذكر العظيم. نعم. قال وكلمة التوحيد، صلى الله عليكم، وكلمة التوحيد لا إله إلا الله ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار، وهو ذكر يشرع للمسلم أن يقوله في أذكار الصباح والمساء، كما في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت،
أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. الله أكبر. شيخ في الحاشية رقم 1 أخرجه البخاري. أخرجه البخاري في صحيحه، وللمؤلف حفظه الله تعالى رسالة نافعة طبعت بعنوان تذكير الأخيار بشرح دعاء سيد الاستغفار. من القائل هذا والمؤلف؟ اللي هو فهد ابني اللي معتني بإخراج الرسالة. فيقول المؤلف يقصد يعني إيش رسالة أيضا طبعناها بفضل الله عز وجل، جزاه الله خير فهد، وعنوانها إيش؟ تذكير الأخيار بشرح دعاء سيد الاستغفار. هذا سيد الاستغفار فيه العجب العجاب من التوحيد والاستغفار والإقرار بالنعم والإقرار بالذنب، والفضل العظيم أن من قاله حين يصبح فمات كان من الجنة، وإذا قاله حين يمسي فمات قبل أن يصبح كان من الجنة. عظيم هذا الدعاء، ورواه البخاري، وهو من حديث شداد بن أوس، وهو الحديث الوحيد لشداد بن أوس في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيد الاستغفار. يعني حسبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لقب هذا الدعاء بهذا اللقب سيد الاستغفار، سماه ماذا؟ سيد الاستغفار، لما فيه من المعاني العظيمة. والاستغفار طلب المغفرة، والاستغفار أعظم أوسع أبواب الخير بعد التوحيد، ولا بد للمسلم منه. فخالقنا يقول يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار، خالقنا الذي لا تخفى عليه منا خافية يقول إنكم تخطئون في الليل والنهار، قال وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالمسلم بحاجة ماسة للاستغفار، لا غنى له عن الاستغفار. قال السيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. اللهم يعني يا الله، حذفت الياء حتى تكون بداية بلفظ الجلال الله، ووضعت الميم للدلالة على أن في حرف الياء محذوفة أو حرفين ياء، فاللهم معناه يا الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، هذا ماذا يسمى إخوان؟ الربوبية ثم الألوهية. لما قال أنت ربي هذا ربوبية، لا إله إلا أنت هذا ألوهية، وهذا كثير في كتاب الله. الربوبية للاستدلال بها على الألوهية، بما أنه هو الرب الخالق المالك المدبر الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، الذي خلقك فسواك فعدلك، الرزاق ذو القوة المتينة، كل معاني الربوبية. إذن يجب أن تعبده جل وعلا وحده لا شريك له. لماذا لا نعبد الأصنام؟ ولماذا نعبدها بصفة إيش حتى نعبدها؟ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيء وهم يخلقون، ولا يملك لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا. إذا على ماذا أعبده أصلا؟ لكن لماذا تعبد الله؟ لماذا أعبد الله؟ الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني. هذا الإله الحق، هو المستحق العبادة. فيؤتى بالربوبية للاستدلال بها على ماذا؟ الألوهية. يعني من لوازم الربوبية لو التزمت فعلا آمنت على يقين بالربوبية لحملك ذلك على الألوهية وإخلاص دين الله عز وجل. قال جل وعلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه ربوبية. ماذا قال؟ إياك نعبد وإياك نستعين، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فاعبدوه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا رب الذي خلقكم. فهنا قال اللهم أنت ربي، الربوبية يعني خالقني ومالكني ومدبر أموري. لا إله إلا أنت، لا معبود يستحق العبادة إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك، خلقتني إيش هذا إخوان؟ ربوبية، وأنا عبدك ألوهية. لاحظوا، ولذلك ينبغي لمن قرأ القرآن أن يلاحظ هذا الشيء. الربوبية
للألوهية. خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أنا على عهدك، ما العهد الذي أخذه الله علينا؟ أن نعبده ولا نشرك به شيئا. عهد أخذه الله علينا، أخذ الله علينا عهدا أن لا نعبد الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ فالمسلم هنا يجدد عهده بين الله عز وجل في الصباح والمساء، يقول هذا الذكر، يقول يا رب أنا على العهد، أنا أعبدك وحدك لا شريك لك، ما زلت على هذا، وأرجو أن أموت على هذا وأحشر على هذا. لاحظتم الصلة؟ يجدد عهده ويذكر عهده لله عز وجل، أنا على عهدك، أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك. ماذا وعد الله عز وجل من عبده ولا يشرك بشيء؟ ألا يعذب ولا يدخل الجنة. حديث المشهور، ها إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ؟ قال تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله رسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا بشيء، وحق العباد على الله هو الذي وضع الحق على نفسه، أن لا يعذبهم إذا فعلوا ذلك. فهذا من الصباح يقول الدعاء: يا رب أنا على عهدك، عاهدتك كما أخذت بالعهد، أنا أعبدك وحدك لا شريك لك ولا أعبد الشيطان، وأنا أنتظر هذا الوعد الذي وعدتني، أرجوه أن تدخلني الجنة وتنجيني من العذاب، أنا على عهدك ووعدك. ترى هذا معاني عظيمة، فرق بين واحد يحفظه ويقوله الصباح والمساء بين واحد يتفكر بهذه الكلمات. أنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فمن ذا الذي يمكنه أن يعبد الله ولا يعصيه أبدا؟ صعب جدا، صح؟ حتى ربنا جل وعلا لم يكلفنا بذلك، فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال ما جعل عليكم الدين من حرج، وقال فاتقوا الله ما استطعتم. فهنا هذا ما قال إن أنا عهدك يا ربي ها ولن أعصيك أبدا، فقال إيش التماس لعفو الله عز وجل، هذا الذي على قدر ما أستطيع، كلام جميل. فقال أنا على عهدك ووعدك ها ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. ولا ما صنعت؟ وما الفرق بينهما محمد؟ صنعت صنعت، ما الفرق بينهما؟ أحسنت متحدث، قلت صنعت، قلت، أكلت، شربت، والمخاطب ماذا يقال له؟ صنعت، أكلت، شربت، قلت، والمخاطبة ماذا يقال لها؟ صنعت، أكلت، شربت، والمتكلم ماذا يقولون؟ متكلمون، قلنا، والمخاطبون قلتم. واضح؟ كثير من الناس لا يفرق بين فعلت وفعلت، والمعنى يختلف حينئذ. فأنت إذا قرأت الفاتحة ماذا تقول؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت يا رب، أنعمت عليهم. لكن لو واحد قرأ أنعمت شو يصير المعنى؟ هو الذي أنعم، لا، الذي أنعم الله. انتبه، فرق كبير بين أنعمت وأنعمت. احنا في العامة ماذا نفعل؟ لا نقول تو ولا تا، شو نسوي؟ سكنها، ها؟ يعني يقول حق واحد قلت، ماذا تقصد قلت؟ عن نفسك يعني قلت، وعن شخص قاعد يقول لك قلت، يصير انا قلت وانت قلت. مرة صارت هوشة، قلت حق واحد قلت، ما قلت، انا ما يا اخي، مو انا مو قصدي انت قلت، انا قلت، لم اقل قلت، والسبب ان ايش احنا؟ قلت، شنو قلت؟ هذه مشكلة صارت. فالمتكلم يقول قلت، والمخاطب يقال له قلت، والمخاطبة يقال لها قلتي. واضح؟ واضح؟ طيب هنا أعوذ ها أعوذ بك من شر ما صنعت، ما صنعت أنا ولا ما صنعت يا رب ولا هذه وهذه؟ ها صنعت. فيتعوذ المسلم من شر صنعه الذي صنعه من المعاصي والتقصير واللغو
انتبهتم؟ فإذا قال في الحديث خطبة الحاجة نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، عندنا السيئات، فهنا سيئاتنا هذه تلحق بنا العذاب اللوم العقاب، فنستعيذ بالله منها. فيقول العبد أعوذ بك، يعني ألجأ إليك وأعتصم بك أن تقيني الشر ما صنعته من المعاصي والتقصير والغفلة. انتبهتم؟ شيء عظيم. فهذه الأعمال تهلك الإنسان، المعاصي تهلك الإنسان، فهو يستعيذ بالله منها من شرها التي تكون سبب لهلاكه، فيقول أعوذ بك ألجأ إليك وأعتصم بك من شر ما صنعت. المستعيذ من؟ العبد. المستعاذ به من؟ الله عز وجل. المستعاذ منه من؟ شر ايش ما صنعت. قال أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي. بالنشاط، ما معنى أبوء؟ أعترف وأقر. سبحان الله، هذا من التوسل المشروع الذي يعترف بالنعم لله عز وجل. هذا قطع شوط، يعني هذا يتمكن من أن يشكر الله عز وجل، عرف النعمة يمكن يشكرها. لكن واحد ما هو شايف نعمة الله عليه، بس إيش يذكر النقم ولا يذكر النعم. إن الإنسان لربه لكنود، جاء في تفسيرها يذكر النقم ولا يذكر النعم. ما عندنا، ماكلين هوى، ماكلين تبن، وين عمليات تكميم ورجيم وصارت رياضة من كثر الأوزان، ويقول ماكلين تبن، وين ماكلين تبن إلا ماكلين تمن. إيش الكفر النعمة هذه؟ ما يجوز نربي أنفسنا ولا أولادنا ولا نسان وعلى إن إحنا مو شايفين خير. لا يا أخوان، لئن شكرتم لأزيدنكم. فلا يجوز المسلم ينسى نعم الله الكثير عليه التي لا تحصى. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نقول أبوء بنعمتك علي. بنعمتك، كم نعمة بنعمتك؟ نعمة جمع ولا مفرد؟ مفرد، لكن أضيفت بنعمتك، يعني بنعمك. بدليل قال جل وعلا وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلما قال لا تحصوها، إذن هي نعمة ولا نعم؟ نعم. فقيل المفرد إذا أضيف يفيد العموم. فأبوء أعترف يا رب بنعمك علي، هذا توسل. وأبوء بذنبي، إذا أبوء بنعمتك يعني أعترف بنعمتك. طيب أبوء بذنبي يعني أعترف بذنبي. وكما قيل الاعتراف بالذنب فضيلة، وهو وسيلة من وسائل العفو. يعني واحد جاي متأخر على الدوام ولا أخطيت عليه ولا، بس قل له والله قبل أذكى أنا مخطئ، هذا نص العفو حصلت عليه. ها، لو أنك بالخطأ صدمت لك واحد يقول أكله بصراخ، يقبلك بصراخ، يا أخي أنت ما أشرت ولفيت علي، تصير هوشة، ممكن تصير قتل بعد. لكن لو من أول مبدأ قال سلامات سلامات، حقك علي حقك علي، والله كان ذاك نص الغضب إيش ذهب منه. يعني بعض الناس لله عز وجل ما يعترف أنه مذنب بشيء. أبو بكر الصديق الأكبر، خير أفضل رجل مشى على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين، أبو بكر، هذا عند المسلمين يعرفون من هو أبو بكر رضي الله عنه. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علم دعانا وقلوا في صلاة، ماذا قال لهم؟ قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. سبحان الله، أبو بكر الصديق يقول قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. بعض الجهلة لو قيل له استغفر الله واكثر من الاستغفار قال على ماذا؟ لا سمح الله، شايف على شيء، على شنو استغفر؟ استغفر استغفر على ايش استغفر؟ على الغفل اللي انت فيها، اللي مش عارف نفسك انك محتاج الى ان تستغفر. فالاعتراف بالذنب وسيلة من وسائل مغفرة الله للعبد. وأول من أذنب أبونا آدم عليه السلام،
فاعترف بالذنب وتوسل الله بكلمات علمه الله إياها، فقال ربنا ظلمنا أنفسنا. شوف آدم عليه السلام يقول وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. هذا اعتراف ولا مثل اعتراف؟ هذا مثل أبوه بذنبي آدم عليه السلام. قال جل وعلا فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه. ما الكلمات اللي تلقاها اللي جل وعلا أوحى بها إليه ألهمه إياها فتوسل بها لله عز وجل؟ الكلمات التي تلقاها آدم عليه السلام من الله عز وجل هي قوله في سورة الأعراف ربنا ظلمنا أنفسنا. تبهتم؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قالوا هذه الكلمات التي تلقاها آدم من الله عز وجل فتوسل الله بها فغفر الله له. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نقول وأبوء بذنبي. هذا كله اسمها ايش يا اخوان؟ توسل بالربوبية والألوهية وعلى عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. كل هذه مقدمات وسيلة ليغفر الله لك. هنا بدأ الدعاء فقال ايش؟ فاغفر لي. ايش اعراب اغفر فعل؟ امر خطأ، انت تأمر الله. طحت فيها يا عبد اللطيف. ادب مع الله ما تقول امر، تقول فعل دعاء، واضح؟ ما تأمر الله عز وجل. فاذا كان موجه الى الله عز وجل ما تقول فعل امر، تعرف تقول ايش؟ فعل دعاء. اغفر لي، ارحمني، اجبرني، ارفعني، هذا افعال دعاء. اغفر لي بعد في توسل، قال فانه لا يغفر الذنوب الا انت. من قال رب اغفر لي مع اعتقاده بانه لا يغفر الذنوب الا الله، هذه وسيله من الوسائل التي يغفر لك الله عز من اجلها. انت تعتقد بان الله يغفر الذنوب، هذه عقيدتك بالله، هذا ظنك بالله، فان الله يغفر لك لايمانك بانه لا يغفر الذنوب الا الله. قال من ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربي تبارك وتعالى ان عبدا اذنب ذنبا فاستغفر الله فغفر الله له، ثم أذنب ذنبا فاستغفر الله قال رب اغفر لي فغفر الله، ثم أذنب ذنبا فاستغفر الله فقال الله عز وجل قد غفرت لك. علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب، يعني علم عنده يقين، ما قال استغفر الله إلا عنده إيش؟ يقين بأن الله يغفر. فالإيمان بأن الله يغفر الذنوب وسيلة من وسائل مغفرة الذنب، واضح؟ الآن لو أتيت إلى شخص والله لو أني ماني عارف أنك أنت ما تردني ولك عادة وما شاء الله ناسك بخير، كان والله ما جيتك ولا طرت بابك، المقدم هذه ها هو صادق يخلي يعطي ولا ما يعطي؟ كان نفكر بيعطي 10 خلاها 20، كان يعطي 100 خلاها 200. العبد لمن يقر بأنه مذنب ويقر بأن الله هو الذي الغفار الغفور ذو المغفرة الواسعة خير الغافرين، هذا الإيمان من وسائل مغفرة الله للعبد. فقال فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من استغفر إلا من استغفر ربي؟ ربي إن لم تغفر لي أنت من سيغفر لي؟ هذا الكلام العظيم ماذا ترتب عليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من قالها من النهار موقنا بها بها المعاني فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، الله أكبر. ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. فكيف بعد أن عرفنا هذا الفضل نفوت هذا الذكر؟ فلنجعله من أذكار الصباح والمساء. وفق الله وإياكم لما يحب ويرضى كل ما تسمعون، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.